التعبير عن الذات والمشاركة الفعالة فيما يتعلق بالشأن العام شغف يحرك آلاف الشباب في العالم العربي. تعمل مبادرة مناظرة على تقديم منصة لتحويل هذا الشغف إلى واقع ملموس. رؤيتها الأساسية هي صناعة وخلق فضاء عام عربي نابض تفتح مساحة لكل الفئات، النساء، الأقليات المهمشة والشباب، ليعبروا عن قناعاتهم وآرائهم حول مواضيع نحن نطرحها مهما تنوعت قناعاتهم السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية والدينية. أحمد مجدي شاب مصري عمره 22 عاما يهوى كتابة الشعر، هو واحد من ثلاثة فائزين في مسابقة دي دي اكس 3 والتي نظمتها مبادرة مناظرة. كانت المنافسة في إكمال الجملة المفتوحة من حق غير أن. اليوم في بيروت يستعد أحمد للإلقاء على خشبة المسرح أمام جمهور من الشباب ولجنة للتحكيم وآلاف المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مبادرة مناظرة أضافت لي الكثير، حيث أنني تعرفت على الكثير من الثقافات من جميع الدول العربية. الشيء الذي جعلني متحمسا للمشاركة في هذه المسابقة هو أن عنوان المسابقة من حق غير أن، فكان جديرا جدا أن أتكلم عن حقوق الغير التي هي في الأساس حقي. ينضم إلى أحمد والفائزين من المسابقة شباب كانوا قد سبق وشاركوا في مناظرات عقدتها المبادرة العام الماضي، منهم رانيا بالحاج من تونس وحاتم اللافي من ليبيا. تبارزا في مناظرات سابقة مع شباب مثلهم وقادة للرأي. اليوم يجمعهما الاحتفاء بحقوق الغير وبما أنجزوه منذ انضمامهم للمبادرة. تجربة مناظرة هي تجربة رائعة وممتعة، فيها الكثير من المعارف والفائدة، تنوع في الأفكار وتنوع من الآراء، اتحدت في فكرة واحدة هي مبادرة مناظرة. كانت تجربة في مناظرة مهمة جدا في حياتي، لأنه كسبت كثير من القدرات من خلال التدريبات اللي تلقيتها أنا ومجموعة من الشباب العرب البعيد، واللي أيضا كانت مجال أني نتعرف على كثير من الأصدقاء وكثير من القدرات العربية اللي غيرت لي منظوري للحياة، وكانت تجربة مهمة ورائعة جدا. 3500 شاب وفتاة من مختلف البلاد العربية شاركوا بآرائهم خلال العام الماضي في مواضيع تمسهم وتمس أوطانهم من خلال مسابقات مبادرة مناظرة. تهدف المبادرة لتمكين جيل جديد من الشباب يدرك أهمية وجود فضاء عام صحي ويتمكن من الاختلاف دون خلاف لإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي يعي كل فرد فيه حقوقه وحقوق غيره.